شو تريدون ككادر تدريبي الموسم الله؟ شنو طموحكم؟ طموحنا الدوري والكاس. دوري وكاس. دوري وكاس، وان شاء الله احنا راح اذا بالاسيويه ان شاء الله نريد، يعني تدري انت بعد هسه صار عليكم ضغط بعد نتائج الشرطه. بعد نتائج الشرطه مو ضغط، طموح. لازم اي طموح، طموح تقدمون مستوى، وعندنا الامكانيه مال اللاعبين يقدرون يوفروا، يعني يلعبون ويقدرون يحققون اي نتيجه هم ان شاء الله. زين، شو وقت تبدون استعداد للموسم الجديد للاسيويه وللدوري وللكاس؟ بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله. بدايه الاسبوع القادم راح يتجمع جميع اللاعبين حتى وصول المحترفين كابتن؟ اي نفس الوقت ان شاء الله. الجويه، وهذه السؤال اسئله بغصه لانه دائما يتكرر، الجويه بلا ملعب